واقعة غير طبيعية وحادث أسطوري لا يحدث إلا نادراً جداً وقد يكون مستحيلاً، لكن احتمال تحقيقه على أرض الواقع موجود. فأن يعود شخص بعد الرحيل من الممكن ألا يصدقه عقل إلا في وجود دليل على حدوثه. فها هي ضابطة في طاقم حراسة معمر القذافي تفاجئ الجميع بسر وجوده، فما القصة؟ أفعال غريبة وتصرفات شهد الجميع بأنها لا تصدر إلا عن هذا الشخص، فهو الوحيد في العالم العربي الذي يفعل ما هو خارج حدود التوقع. شخصية ليس لها مثيل فيما تفعل، فها هو يستخدم حارسات من النساء ليؤكد قيمة المرأة في العمل، خصيصا في الأماكن التي لا يجيد العمل بها إلا الرجال. صورة من الفكاهة والدهشة يرسمها حينما يحل في أي مكان أو اجتماع مهم لرؤساء وأمراء الدول العربية. فمعمر القذافي الرئيس الليبي الراحل اشتهر بأفعاله الغريبة بين الجميع وفي القمم العربية وغيرها. حرس نسائي أحاط بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، فكنا يلازمانه في كل مكان، لكن الضابطة عائشة الفيتوري تلمست سرا في آخر أيام المعمر، سر يقلب الأحداث رأسا على عقب. فمنذ 20 سبتمبر عام 2011 والجميع يعلم أن معمر القذافي رحل عن العالم، لكن لحظات حاسمة ستغير المشهد كليا، توشك أن تطفو على السطح لتغير مفاهيم الإنسان على زهر المعمورة. الفيتوري حولت الحقيقة إلى حلم اقترب الجميع من اليقظة منه بعدما ظلوا في سبات عميق لما يقرب من عقد ونصف العقد من الزمان. ففجأة وبدون سابق إنذار أعلنت الضابطة بحرس القذافي أن سيدها لا يزال حيا. معمر القذافي يعود بعد الرحيل ليستكمل مسيرته في حكم ليبيا، لكن من رحل عن عالمنا وشاهد الجميع ما حل به هو شبيهه حميد أبو منار القذافي، وفق تصريحات الفيتوري لتلفزيون روسيا اليوم. الحقيقة التي استندت فيها الفيتوري للأدلة كانت بعدم دخول معمر القذافي إلى مدينة سرت الليبية، لكن الزعيم الليبي دخل مدينة بني وليد ومن ثم غادرها. خيال هامت به الضابطة في حرس معمر القذافي لترسم صورة مليئة بتفاسير جسدتها في ثوب الحقيقة، واعتمدت على أدلة تبدو صحيحة. فها هي تتنبأ عن زحف مقدس قادم. الزحف المقدس سيقوده معمر القذافي الذي لا يزال حيا ويمكث في مكان ما ليعود قائدا لهذا الزحف. فدليل دامغ على ما صدرته بأن أحد الضباط المنشقين عن القذافي ضابط انشق عن القذافي أثناء قيام الثورة في العام 2011، كان شاهد عيان على ما حدث، أسندته الفيتوري إلى حقيقتها التي تريد أن تقرها على الساحة. الفيتوري أوضحت أن هذا الضابط حينما سأله بعض المعاونين له لماذا لا تعود إلى ليبيا حتى الآن، أكد أنه لن يظهر على الساحة إلا حينما يظهر حميد أبو منار القذافي. ها هو شخص آخر من المنشقين للقذافي ويرحب برحيله، ضمته الفيتوري لحقيقتها لتوضح بها المشهد الكامل الذي جسدته أمام الجميع. برأيكم هل الضابطة عائشة الفيتوري محقة فيما قالت عن عودة معمر القذافي وأنه لا يزال حيا، أم أن هذا درب من الخيال؟